شاركت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في فعاليات مؤتمر دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين. وألقت علواني كلمتها في المؤتمر بعد مشاركتها بورقة عمل عنوانها الرياضة بوابتنا لمجتمع أكثر سلاما، والتي تناولت دور الرياضة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة، وركزت على جودة التعليم والصحة وكذلك المساواة ونبذ العنف والخلافات ومحاربة الجوع والفقر عن طريق الرياضة. وكرمت إدارة المؤتمر ووزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية الدكتورة رانيا علواني ضمن مجموعة المتحدثين تقديراً لمجهوداتها المثمرة. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني. أرسل اتحاد الكرة اليوم البطاقة الدولية الخاصة بلاعب النادي الأهلي عبد الله السعيد للاتحاد الفنلندي عقب رحيله بشكل رسمي لنادي كابيون بالسوارا على سبيل الإعارة لمدة شهرين. وتمت إعارة السعيد لكابيون الفنلندي من أجل تجهيزه للمشاركة مع المنتخب الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بالاستقرار على إعارته أو بيعه بنهاية الموسم الحالي. تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 4000 مشجع لمباراة الأهلي والداخلية المقرر إقامتها بعد غد الجمعة ضمن منافسات دور 16 من عمر بطولة كأس مصر. وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية أن الأمن وافق على حضور 2000 مشجع للأهلي ومثلهم للداخلية في اللقاء الذي سيحتضنه استاد السلام. ويبحث الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري عن التتويج بالثنائية المحلية بعدما حقق الفريق لقب الدوري العام هذا الموسم للمرة 40 في تاريخ القلعة الحمراء في توقيت قياسي قبل انتهاء منافسات البطولة بستة أسابيع كاملة. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إلغاء الجلسة الودية التي كان مقرراً انعقادها اليوم لمناقشة بعض الملفات وفي مقدمتها سفر الأعضاء إلى روسيا لحضور مباريات المنتخب الأول المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 من يونيو إلى 15 من يوليو القادم. وألغيت جلسة مجلس الجبلية نظراً لانشغال عدد من الأعضاء ببعض الأعمال الخاصة بهم ليتم تأجيلها إلى اجتماع رسمي للمجلس نهاية الشهر الجاري. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الملغية تحديد رؤساء بعثة المنتخب في وديات الكويت وكولومبيا وبلجيكا، والمقرر لها أيام 26 من مايو والأول والسادس من يونيو القادم. توجه إيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول لكرة القدم إلى الكويت في زيارة تستغرق يوماً واحداً لوضع الترتيبات النهائية للمباراة الودية المقرر إقامتها بين منتخبي البلدين هناك يوم 26 من مايو المقبل في إطار الاستعداد الجاد لمشاركة الفراعنة في نهائيات كأس العالم بروسيا. وأكد لهيطة أن الفترة الحالية تشهد إعداد الترتيبات النهائية لمباراتي كولومبيا في إيطاليا يوم الأول من يونيو المقبل وبلجيكا في بلجيكا يوم السادس من يونيو المقبل. وألمح مدير المنتخب إلى أن الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفريق يتناقش حاليا مع جهازه المعاون لدراسة الأسماء المقترحة لضمها إلى المعسكر النهائي على أن يتم الإعلان عنها قبل 15 يوما من انطلاقه.
وكانت قرعة مونديال 2018 أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، تضع اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والتي ينظمها النادي الأهلي، وتنطلق بعد غد الجمعة وتستمر حتى 23 من إبريل الجاري لمستها الأخيرة على حفل افتتاح البطولة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة وتذليل أي تعاقبات تواجههم قبل انطلاق المنافسات. وتواصل اللجان المنظمة للبطولة تحركاتها على كافة الأصعدة للاطمئنان على سير الأمور بشكل جيد فيما يتعلق بحفل افتتاح البطولة بعد غد الجمعة، وكذلك تحركات الفرق المشاركة وموعد المباريات والتدريبات بجانب إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بدعوات الحضور في الافتتاح وترتيب أماكن الضيوف في المقصورة الرئيسية بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. طرحت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي أفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات اليوم دفعة جديدة من البطاقة الموحدة لحضور مباريات بطولتي أفريقيا لليد. وأعلنت اللجنة عن طرح دفعة جديدة من البطاقات في 12 ظهر اليوم الأربعاء بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة. وكانت اللجنة قد طرحت الدفعة الأولى من التذاكر أمس، وحددت اللجنة مبلغ 25 جنيها قيمة البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها أحقية حضور جميع مباريات البطولتين. يعقد في 10 من مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراتي السوبر الإفريقي لليد رجال وسيدات بحضور مندوبين من الأهلي والزمالك وبريميرو الأنجولي وفاب الكاميروني والاتحاد الإفريقي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالأمور الفنية المتعلقة باللقاءين. ويقام لقاء السوبر الإفريقي غدا الخميس، ويبدأ في 6 بمواجهة فريقي بريميرو الأنجولي وفاب الكاميروني في منافسات السيدات، ويعقبه لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك في 8 مساء على صالة استاد القاهرة الدولي. ومن المقرر أن تذيع قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرة. أكد محمد مصلح المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في نهائي كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على صالة استاد القاهرة. وأضاف مصلح: نتطلع لحسم لقاء اليوم والتتويج باللقب المحلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة وأنها ستكون أمام فريق قوي جدير بالاحترام. وأوضح مصلح أن دوافع لاعبي الأهلي في مباراة اليوم التتويج باللقب كبيرة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لحصد كأس مصر لتحقيق ثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وبطولة إفريقيا. ومن المقرر أن تذيع قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8:30.